أهلا ومرحبا بكم، ولنتعرف سويا على طريقة إنشاء مثل هذه الأشجار النخيل الجميلة الرائعة، وأيضا يمكننا أن نكررها. لنبدأ على بركة الله. أولا يجب علينا تحميل جنجل ليف وبوينتد دريب ستون. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ونحن الآن في عالم فاضي جدا لكي ننشئ ونبني شجر النخيل. أول حاجة ندخل على الانفنتوري، ثم نكتب حاجتين اثنين نحتاج. أول حاجة نحتاجها الجنجل ليف، هذه هي جنجل ليفز، نزلها تحت، تمام. وأيضا نحتاج حاجة تانية اسمها pointed هذه هي pointed drip stone، هذه هي pointed drip stone، أنا خليتها كده عشان تشوفوها وتكتبوها عندكم. من باب التزيين نحتاج أننا نغير البلاط اللي موجود تحت أو البلوك، تمام. فنجي هنا نغير البلوك اللي موجود، نخليه مثلا على سبيل المثال هذا الشكل، أو نكتب مثلا ممكن نكتب ساند بلوك، S-A-N-D ساند بلوك، هذا الساند بلوك نجيبه هنا، تمام. اول حاجة نبدأ نختار الساند بلوك، نمسح ونضع تقريبا اشجار هنا شوية، تمام. نيجي هنا في المنتصف ونبدأ نضع الشجرة الأساسية أو العمود الأساسي للشجرة. فنيجي هنا على ثاني واحدة اللي هي disappointed dripstone، تمام. ونأتي إلى هنا ونبدأ نحطها في المنتصف كده، ونرتفع للأعلى ونبدأ إيش نرفعها فوق. إذن أنا الآن بالسبيس بالمسافة بأطلع فوق وبارتفع بالشجرة للأعلى، تمام. ثم بعد كده أضع واحدة من الجنجل ليف هنا في الأعلى، تمام. بعد كده أنزل شوية كده ونبدأ نعمل زي الدرج بالضبط، تمام. فالآن أجي هنا أعملها كده، تمام، وأعملها كده هنا والجهة الثانية، ثم أعملها هنا الجهة الثانية، ثم أنزل تحت وأعمل هنا واحدة تحت، أنزل شوية تحت، تمام، وهنا كمان واحدة ثانية تحت، مضبوط مضبوط. أطلع فوق شوية، نيجي هنا للصيق هذه هنا في اليمين. الشكل نبغاه، الشكل اللي نبغاه احنا نبغاه يكون زي الدرج، تمام، شايفينها كده زي الدرج، مضبوط. ممكن نضع هنا ونضع هنا زي ما تبغى يعني، ونبدأ نكرر العملية هذه في الأماكن الأخرى. تصير مكتملة بهذا الشكل، تمام. كده اكتملت الآن الشجرة. الآن نبغى نكرر الشجرة هذه، كده يتكفيكم هذه، لكن احنا نبغى نكرر الشجرة. فنجي هنا تحت، نوقف هنا، مضبوط. ثم بعد كده نضغط الكودينج ونكتب الأمر التالي، بنقول للكمبيوتر لو سمحت give أعطي all players أقرب لاعب، إيش حيعطيه؟ حيعطيه structure structure underscore block block.
structure block. سيظهر أمامنا structure block في رقم 4 هذه هي. فنضع الستركشر بلوك هنا هنا بهذا الشكل أو هنا جنبه تمام، ثم نضغط عليه ماوس يمين مرة ثانية سيظهر لنا الستركشر بلوك. حنتعامل معاه بالإكس والواي. عندنا هنا اللون الأخضر اللي هو الواي الارتفاع والطول والارتفاع، فنجي هنا حبة حبة نحط 6 ندي إنتر. ممتاز. ظهرت تقريبا الشجرة كاملة زي ما انت شايفها. خلاص اذا الارقام هذه تكون انت شايفها بحاجة. فنيجي نقول له هنا سيف. قبل ما اقول سيف اكتب زكي 3 عشان بس احفظ الاسم تمام، ثم بعد كده اقول له سيف واقول سيف تمام. زكي 3 يعني حفظناها. طبعا خلينا فيها ايش، فيها شوية مساحة من اللي تحت، فلازم نضع البلوك في الارض. يلا نشوفها مع بعض الان. كده حفظناها زكي 3. نرجع مرة تانية. الآن نروح للمكان الجديد اللي نبغى نضع فيه الشجرة. فنجي هنا نبعد عن الشجرة شوية، نضع البلوك كده مثلا. هذا البلوك هنا موجود، نضغط اللي هو حرف الاس ونرجع كده نفس الاتجاه ونضع هنا الشجرة الأول آسف الستركشر بلوك. نضغط عليه ماوس يمين ونأتي هنا إلى لود. وطبعا فاكرين انتو اسمها زكي 3. مجرد ما اضغط على انتر اقول له لود اخرج الاقي الشجره موجوده تمام. واستمر على هذا الحال، استمر على هذا الحال. ارجع كده بالضبط، اجي عند المربع مره ثانيه ستراكشر بلوك، اضغط على ماوس يمين اكتب فوق لود واكتب اسم الشجره زكي 3. كده انا استطعت اني ايش، اني اكون مجموعه من الاشجار زي ما انت شايفها بدون ما اني اتعب وافضل ارسم فيها واكتبها وارسمها مره واثنين وثلاثه واربعه. واحده مره انا صممتها وبعدين صارت بهذا الشكل. طبعا تقدروا تستطيعوا انكم تكرروا الاشكال التي تبغوها. هذه كانت صناعه وتصميم شجره النخل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.